جه النهارده بقى الصبح، جه النهارده الصبح ولا حد كلمني في حاجه ولا اعرف اي حاجه، والمفاوضات وقفت. ما اعرفش هي وقفت ولا ماشيه، ما اعرفش يعني. انا لغايه النهارده، لغايه الثانيه دي، ما اعرفش المفاوضات وصلت ليه بالظبط. في النادي بيقولوا لك ايه؟ اصل برضو يعني في النادي عندي، اه في النادي عندي برضو الموضوع مش مفهوم يعني. اصل انت كده خلاص. اه انا بقول لك انا انت كده خلاص صحيح. انت مضيت استغنى، مضيت على الاستغنى، ومضيت على التنازل عن مستحقاتي. انت عشان خاطر النادي الاهلي برضو. هو بص ابراهيم، آه. لما تعرف اللي كابتن خطيب كلم خلاص باشمهندس ماجد سامي، آه. واللي ومكالمه كابتن حسام ليا وكابتن سيد ليا، فاكيد هتنزل كل، هتنزل عن كل حاجه مش آه. الفلوس بس يعني، آه. اي حاجه هتنزل عليها اللي انا اروح النادي الاهلي. نزلت عن مبلغ كمان. اه لا مبلغ كبير، آه. مبلغ كبير يعني. حابب تقوله ولا مش عايز؟ عشان برضو الجمهور يبقى الناس تبقى عارفه ده، دي مكاشفه يعني. لا مبلغ يعني، مبلغ الناس اكتر. الناس تعرف انت حابب الاهلي قد ايه يعني. حوالي اكتر من 800 الف جنيه ولا حاجه. رقم كبير طبعا. اه مبلغ كبير. نزلت عنه في مقابل ان انت خلاص انت كده في النادي الاهلي. وكان اللي انا عرفته بعد كده ان النادي الاهلي كان هيدفع مبلغ تاني، وكان في شرط باين في العقد مش عارف 20% حاجه زي كده يعني، بس انا ما اعرفش التفاصيل بالظبط. ما تعرفش التفاصيل، انما انت خلاص اشتريت الاهلي يعني، فسبت مستحقاتك واستغنيت عنها وخلصت كل حاجه. طالما انت عارف انه كابتن محمود الخطيب اتصل، وطالما كابتن حسام كلمك وكابتن سيد عبد الحفيظ، انت بالنسبه لك الموضوع انت بس هتروح تفرح بموضوع التوقيع طبعا. ما انا بقول لك كابتن سيد يعني، لما اتكلم معايا قلت له كابتن سيد دلوقتي الناس في النادي عندي ناس محترمين، محضرين لكل حاجه، الورق والاستغناء وورقه التنازل وكل حاجه، فمضيت على كل حاجه. وقال لي لا، قال لي توكل على الله وانت معانا ان شاء الله من بعد بكره في التمرين. كابتن عادلي خلص كل حاجه بكره ان شاء الله. بس وقلت ان شاء الله انا في النادي الاهلي. روحت بقى سمعت كلام غريب كده في بعض المواقع وبعض البرامج. ايه الكلام اللي انت سمعته؟ في ناس قالت يعني النادي الاهلي توقف عن الصفقه، او مش عارف يعني، انا ما اعرفش ايه بالظبط الموضوع لغايه السنه اللي بكلمك فيها دي. مفيش حد كلمك خالص؟ ولا اعرف اي حاجه خالص، ولا اي حد في الاهلي، ولا اعرف اي حاجه.